مواطنة داخل جماعة أيير ما سمحش لي ضميري أنني نجي وندخل ونشوف ظلم. هذا ظلم في حق زاوية دراضي أننا نقصيوها حيث الدعم ديال الجمعيات. سكتنا. حتى الجمعية لحفظ القرآن لا سيجيو من دول إفريقية كنجيو حنا كنقولوا لهم ستوب كنبلوكيوهم كنقصوا الدعم. ما قلنا حتى مشكل، يعني حنا كنحاربوا في الدين، حتى الدين تنحاربوا ولينا تنحاربوا. دابا باش نحاربوا الناس اللي خليني ما تقاطعنيش الله يرحم الوالدين. دابا باش نحاربوا الناس الله يرحم الوالدين، انا ما قطعت حتى حد ما يقاطعني حتى حد. باش نجيو واحد سيد رئيس الناس في عمرهم 90 عام وباقي الحلم ديالهم في زاويه الصدرادي ومن حقهم الماء صالح للشرب. ما يمكنش لينا حق مشروع، حق كل مواطن التزويد بالماء صالح للشرب. وحنا نوضوا حنا ونديروا عرقله لان حنا عندنا مشكل مع مستشار. ما تشوفوش في تشوفوش زاويه الصدرادي في شخص ممثلها، لا شوفوا دوك الناس اللي عاصرين دوك الامل في دوك العينين ديال دوك الناس اللي واقفين وعاصرين. لا انا مع سيد رئيس، انا مع تزويد زاوية تدراضي بالماء الصالح للشرب، انا مع المواطن. لا داعي للتمديد، لا داعي كل مرة نوقفوها وكل مرة اجلوها. السيد الرئيس انا باش خرجت على الاطار واحد شويه انا غنوضح لك التوضيح. انا ماشي ضد زاوية تدراضي. وإلا دولنا على الإقصاء ما كاينش شي عضو المعارضة ما طمعش عليه الإقصاء وما طمعش عليه مجموعة ديال الضغوطات. نكونوا واضحين، ما نبداوش نتزايدوا على بعضياتنا بالهضرة. كاين سي خالد، كاين سي ماغا، مؤخرا سي بواس، مؤخرا قبل العذور به. كيفاش بغيتي تدوي على حلالي؟ دوي على راسك. ما ندوي على الإخوان الناسي. لكن اخت لبنى دخلت بواحد الطريقه بالنسبه للاداء. كان الاخوان السلام عليكم. شكرا سيد الرئيس، كنا باغيين كنا كنتمناو هذه النقطه دوز بسلام. والاخت لبنى لان راه واقيلا قرها الحاج بن مهنا راه جات تفلتت علينا اليوم، ما كاين مشكل غير هذا. حنا هذه المصادقه على اتفاقيه الشراكه اللي كنلاحظوا راه الاتفاقيه ما عندناش دابا. هادي تحطت لنا ثالث مره وهي كتحط لنا اتفاقيه باش نناقشوها، وكنا
المره الاولى كان فيها شاطو، المره الثانيه جا فيها هادو مرارا وتكرارا كنعاودوا مع نفس السيناريو نفس الهضره نفس هادي. حنا ماشي ضد الساكنه ديال زاوية صدر الراديو مرارا وتكرارا كنقولوها، غير هو هاد المصادقه الاتفاقيه هاد الشراكه راه ما واضحاش بتاتا، ما واضحاش. لان علاش؟ لان هو السيد كي مثلا كنجي للجامعه كياخذ هاد الاتفاقيه كيخرجها من الانترنت ويجيبها ليا كيجيبها يحطها لنا في المجلس، راه من المستحيل حنا نناقشوها. راه حنا فين هي الجمعيه؟ لا بغينا اصلا كيقولوا لنا حنا المشروع حامل الجامعه، لا بغينا نمشيو السي الحاج بغينا نشوف هذه الاتفاقيه وعلى ما اظن انا الشيء اللي لا لا قد معرفتي ديالي انا، خاصه نكون عندنا اتفاقيه اوليه مع الجمعيه بحدها حتى تكون عندنا اتفاقيه معاها هي اول حاجه، اللي ندوزو الاتفاقيه الثانيه باش تكونوا حنا اصحاب المشروع. حنا ما داخلين ليه لا من بعيد ولا من قريب، وعندنا اصحاب المشروع وكيتحط لنا المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه ونفس المشكل. وكنت كنتمنى ما يدخلوش في هذه الصراعات حسابات النقطه، وللاسف راه التصرف بواحد العضوه اللي ما عجبناش كاملين. كنتمنى سعاده الرئيس بلاتي كنتمنى تسحب هضرتها اللي قالت، لان ما دوش بمرار الكرام باش تقول لينا كذا كذا، ما نقبلهاش منك ما نقبلهاش منك. انا كان عضو تحبيها غاده كانت ما كنديروش عرقاله تحبيها انت، حنا كنحلوا المشكل بلاتي كنديروا المشكل تحل المشكل. سمحي ليا كنطرح غير هو هذه النقطه هذه سعاد الرئيس، خلي انت نكمل هضرتي يا سعاد الرئيس بلاتي تنط ليا الرئيس كنكمل سؤالي انا ولا تسعجو. انا كنطالب بالتاجيل هذه النقطه، ريتها ما يتحل المشكل ديالها. انا كنقول لك علاش مجي يشد الناس هنايا وجيب هاد الناس ديال الصحافه، شوف انت راك في السياسه انت لا تقولش لي جي تشوف، ما تقولش لي جي تشوف، راه غادي ندافع عليكم على البلاد عشوائي. راه ما غاتخليكش تعامل تبني راس ما غاتخليكش، لان انت كسرتي اراضي الجمهور ودرتي احياء وبغيتي تهيكلها على حساب الجماعه لا انت ولا هذوك الاخرين. كاين اللي عنده 4 دكتورات 5 دكتورات كاسرها والله غير انا نعطيه الضو الماء، راه ما نعطيهمش ليه، راه كون هاني كتجي تسعود الرئيس وتعطيه الماء والضو، اما باش دير ديك الشعبويه راه حتى واحد ما يكذب عليكم الاخوان، راه كلشي كذاب هنايا والله العظيم، الا كيكذبوا عليكم. وقلت ست في جامعة سير 17 عام ولا 3 سنين
ساليت بالمرة. وشوف اشوف نقول واحد القضية، السلعة عارفين وما تجبدنيش، اشكون اللي قال لك باغي يطلع رئيس؟ والله يرضي عليكم انت، وراك مسؤول، وراك مسؤول، وباش كتبتي هضرة ما كايناش، راك مسؤول اصاحبي، وانت كتقول لي ما نعطيكمش، وهادشي كلشي كذاب، وراه انت الاول كذاب، بالعكس كذاب، انت الاول اللي كذاب، انت الاول مسؤول وانت اللي كذاب، انت الرخص ديال الدول ما كتعطيهمش، ما كتعطيش الرخص، انت لعند الشيطان، وانت لعند الشيطان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.